اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فولو اب معي انا يارا. نبدا جولتنا اليوم بسوريا وظاهره بيع هدايا عيد الحب المستعمله، ومن ادلب نرصد لكم تفاعل المعلقين مع صوره رجل كبير بالعمر على مقاعد الدراسه. ننتقل لتونس وحارس مرمى عمل سحر بس انقلب عليه، ومن السحر لصوره شاب جنب امه بعد تبرعه لها بجزء من جسده، وفيديو لاغرب هديه ممكن تشوفوها من امراه لزوجها بمناسبه عيد الحب. جبران خليل جبران بكتابه النبي هو عم ينصح شعب مدينته الخيالية، بيقول عندما يومئ إليكم الحب اتبعوه حتى لو كانت طرقاته وعرة وشائكة. الحب من أسمى حالات البشر، فيه الإنسان بينتقل بين درجاته من الهوى للصبوة للشغف، الكلف، العشق، النجوى، الود، الهيام أو الجنون. لو رايح مثلاً آخر نهار ما بتاخذ لها معك وردة حمراء شغلة هيك بتذكر؟ اخذ لها قلبي ما بكفي. عيد الحب موعد سنوي بيجدد فيه ترندات والجدل كل 14 شباط، بيختلف من بلد للتاني. مثلاً بسوريا التعبير عن الحب صار أصعب مع ارتفاع الأسعار بشكل عام والهدايا بشكل خاص. الدبدوب الأحمر اللي حجمه وسط سعره 450 ألف ليرة سوري، أما عن أسعار الورود فسعر الوردة الوحدة وصل لـ 8500 ليرة والدبدوب الكبير 800 ألف ليرة. وبظل هذا الغلا انتشر على صفحات الفيسبوك دبديب مستعملة للبيع. هون مثلاً صبية عرضت دبدوب أحمر للبيع، الدبدوب موجود بجرمانة بدمشق، وصبية تانية عرضت دبدوبة ب 75 ألف ليرة. نترك سوريا ومنروح لمصر على سؤال تفاعلي غريب، لأنه الأعياد بتكون مرتبطة بأنواع محددة من المأكولات، مثل عيد الشكر اللي بتاكل الناس فيه الديك الرومي، وعيد شم النسيم اللي بياكلوا فيه المصريين الفسيخ. المصريين طرحوا سؤال، لو كان لعيد الحب أكلة مناسبة شو بتكون هاي الأكلة؟ الإجابات تنوعت بين الحمام المحشي أو البيتزا مع الشوكولا، واقتراحات تانية ظريفة مثل بياكلوا بعقل بعض حلاوة. طبعاً لنيويورك بأمريكا كمان هناك أحد حدائق الحيوانات أصدرت إعلان قالت فيه قد لا تجدون الكلام الصحيح دائماً، ولكن بإمكانكم دائماً إثارة القشعريرة لديهم. أطلقوا اسم حبيبكم على صرصور لمناسبة عيد الحب، لأن الصراصير تدوم دائماً. 15 دولار صار فيك تاخذ شهادة مثل شهادة الميلاد بتثبت فيها أنك سميت أحد صراصير هاي الحديقة على اسم من تحب. التعليقات على عيد الحب بتتراوح شدتها بين العاشق اللي جاب هدية والعاشق اللي ما جاب هدية، والمعشوقة اللي بتقبل بأي شيء بيعبر عن الحب وتانية ما بتقبل بشو ما كان. طبعاً عنا فئة من السناجل الحاقدين على هذا العيد. من التعليقات اللي اجت على الموضوع هذا من ورد اللي قالت الله يرحم الوردة براس السنة ألف وقلنا يا لطيف كل ماله الورد عم يغلى. أما تالا علقت شو قلة هالعقل هي، يعني مثلاً العالم ما بتحب بعضها غير بهاليوم وباقي الأيام نكره بعض، شو هالمسخرة؟ نور علقت على فكرة وضع العظيم مو شوفت حال ولا شي، بس إذا بيفكر يجيب لي وردة أو دب مرجعته فيهم لأنه أقرف هدية ممكن تنهدى بصراحة. محمد علق بلاها هالوردة الحمراء ياخد لها فرع خبازة أو عرق هندبة، منا بيوفر حق الوردة ومنا بتاكلون لهالحشيشات. تعليق من سبا بيقول عن جد لسه في حدا عم يفكر بهالموضوع بعد كل الفقر والظلم اللي كتير عالم عايشينه؟ بالنسبة إلي ما شايف الموضوع أهمية، بشتري خبز لعائلة فقيرة أحسن ما أجيب وردة حمراء رح نكبها بعد يومين. أما غيساء قالت لا بحب الورد ولا الدبديب ولا بحب حدا ولا حدا بيحبني. صورة من امتحانات جامعة إدلب تحولت لترند على صفحات الفيسبوك بسوريا. الصورة هي للطالب عبد الكريم البكري من بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي. تم التقاط الصورة هي أثناء تأديته لامتحانات كلية التاريخ السنة الثانية. الحاج عبد الكريم أو الطالب عبد الكريم البكري نزح من بلدته بعد ما هاجم الطيران الروسي وميليشيا أسد مسكنه. مئات البوستات من امبارح لليوم كلها عم تحكي عن عبد الكريم البكري. جابر أحمد البكري بيكون ابن أخته للحاج عبد الكريم، نشر بوست وقال فيه خالي الحاج عبد الكريم البكري، لطالما كنت من أهل العلم بما أتاك الله أطال الله عمرك وأمدك بالصحة والعافية لتكون مثلا تحذو حذوه الأجيال القادمة. قيل أنه الحاج عبد الكريم أهدى مكتبة الكلية الآداب 120 كتاب، هاي المعلومة وغيرها تداول السوريين بكثير من الفخر على صفحاتهم. ومن التعليقات هاي هاني اللي قال بالتوفيق يا عم، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. أما فادي علقت ما شاء الله بالعلم نرتقي وليس للعمر حدود ولا قيود. أحمد قال والله يا حجي بعد هالصورة لكمل جامعتي السنة الجاي. السحر بين الشك واليقين بيختلف حوله الناس وبتختلف الحاجة له من بيئة للتانية ومن وسط لتاني.
من خلال حاجات الناس بينفد السحرة، فبتلاقي مثلا إعلان أبو فلان لجلب الحبيب ورد المطلقة وفتح الرزق وعلاج العقم، بس أنك تكون حارس مرمى وتعمل سحر حتى تخلي فريقك يفوز وما يدخل عليك ولا هدف. هالشي صار مع حارس فريق تونغس السنغالي. الحارس وبحسب ما نقلت قناة التاسعة التونسية حط سحر بالمرمى تبعه قبل لقاء فريقه مع فريق الترجي التونسي خلال الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. مثل ما سمعتوا السحر فشل بإنقاذ الفريق السنغالي، وصارت هاي القصة ترند بتونس، خصوصي لمشجعي الترجي اللي شافوها مناسبة حتى يأكدوا أنه فريقهم أقوى حتى من العفاريت. سبينو علق: ترجي دو ولا زعبرات. أما وليد علق: انقلب السحر على الساحر، الترجي ربحت 2-1 بفضل الله. أما فراس علق: من قوة الطلاسم الجول طاح في الجول الثاني، يا حاج اللي عمل لك هاي الطلاسم غشك فيهم. أما سليم علق: يا أخي السنغال تكتب بالعربي شو هالسلبة. بعام 2008 أصدر عالم الأنثروبولوجيا أرنولد بامبورغ تحقيق أكد فيه استخدام السحر بكرة القدم الإفريقية بكثرة عبر الاستعانة بإله ما يدعى مامي واتا، ولحتى مامي واتا يشتغل بالمباراة لازم يكون في ثمرة جوز الهند جوا الملعب لأنه هو بيحب هذا النوع من الفاكهة. خالد إسماعيل شاب من قطاع غزة تبرع لأمه بجزء من جسمه. خالد أجرى عملية استمرت 14 ساعة بمشفى القاهرة بمصر، نقل جزء من كبده لوالدته. صورة خالد بجوار أمه بغرفته بالمشفى صارت ترند على السوشيال ميديا، ووسائل الإعلام المحلية نقلت على لسان خالد قوله اللي قال: وهبتني الحياة وكل ما أقدمه لها قليل. المتابعين أشادوا بخالد وتبرعوا لأمه وعلقوا على الخبر مثل أبو قصي اللي قال: والله لو تبرعنا بكل جسدنا ما رح نوفي حق علينا، ألف الحمد لله على السلامة، الله يشفيها ويشفي جميع أمهاتنا. أما سلمى علقت: يا ريت أمي ظلت طيبة وأنا فديتها، ربي يحفظ لكم إياها ويشفيها. عماد علق: هاي الأم أقل ما تستحق من الابن الأصيل. لميا قالت: لله درك على هذا التبرع الرائع، نيالك الله يشفيكم. أما أبو شريف علق: عليه ألا يفتخر، فهو لم يوفيها بعد جزء من حقها، إنها الأم لو قدمت حياتك تبقى مقصر. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. مع السلامة. Thank you.